من ناحية اليمين ابراهيم حسن تطول وتامر عايز يرقص وعايز يعدي وهيجيب جول وابا وجوه جول. الله 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 يا حسام يا حسن، ايه يا ابني ده، ايه الحلاوة دي، اداني في العتاقي اداني في العتاقي مفيش كلام، واقف كده وبهدوء شديد جدا جدا واستلم الكرة، ولعيبة المولين رايحين يعترضوا على الحكم على انه متسلل، لكن هنشوفها مع بعض مرة تانية. معرفش حكاية التسلل النهاردة دي هنشوفها. ادي تامر اهو وادي حسام حسن اهو واستلم وحطها من الكاميرا العالية. ده نمرة اربعة، نمرة اربعة مش باين في الكادر الاولاني رامي عادل. خلي بالك خلي بالك خلي بالك خلي بالك، فين بقى فين 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 اهو راجل عند الست ياردات اهو يا جماعة. بنتكلم في ايه؟ بنعترض على ايه؟ بنعترض على ايه؟ رامي عادل نمرة